اذا بدنا نعمل موديلنج للميكانيكال سيستم، الميكانيكال سيستم نفسه راح يكون فيه فريكشن. خلي بالله الباب مفتوح يا عبد الرحمن. الميكانيكال سيستم راح يكون فيه انواع من الفريكشن. مش كل التكست بوكس الميكانيكال تكست بوكس بتسمي هذول فريكشن، بتسمي هذا فريكشن وهذا فريكشن. انا هون اخذت بهذا بعين الاعتبار، حطيتهم هون حتى نجمعكم اياهم في مكان واحد ونعتبرهم نوع من الفريكشن. انا اعتبرتهم فريكشن لانهم بيضيعوا طاقه، هذول كلهم راح يضيعوا طاقه، يعني اثرهم بالسيستم انه راح في انرجي راح تكون لوست ودائما لوست، وهذول دائما بيعاكسوا الحركه اللي عم بحاول احرك السيستم فيها. فانا اعتبرتهم فريكشن. هلا مش كل الكتب راح يسموهم فريكشن، هذا عباره عن دراج، هذا سببه الفيسكوسيتي، وهذا اللي هو الكلاسيكال فريكشن اللي انتم دائما بتعرفوه. اذا طلع هلا هذا كولوم فريكشن بيعتمد بس على الفورس وعلى السطح اللي موجود. اذا اول واحد الكولوم فريكشن احيانا بسموه دراي فريكشن. دراي فريكشن تمام. اذا عندي سطحين، هذا السطح وهذا السطح الثاني، وفي فورس هاي راح نسميها النورمال فورس. النورمال فورس اللي هي العموديه على هذا السطح، طبعا مهم انها تكون عموديه. اذا هي مش عموديه شو بدي اعمل؟ بحللها. تمام ممتاز. اذا بحللها، اذا عندي فورس مش عموديه على هذا السطح بدي اطلع الكومبوننت العمودي على السطح، وهذول السطحين راح يصير في بينهم فريكشن. والفريكشن هذا اللي موجود هون الكوفيشنت اوف فريكشن اللي هو رمزنا له بهذا الرمز مظبوط، اللي هو الكوفيشنت اوف فريكشن اللي هو دايمنشنلس لانه هو بربط فورس بفورس. هذا دايمنشنلس وراح تتوزع احيانا هاي كمان لاستاتيك وستاتيك ودايناميك فريكشن. الفريكشنال فورس بدها تساوي ميو في النورمال فورس. هذا الموديل، هذا الموديل للفريكشن اندبندنت اوف سبيد. هذا الموديل، هذا الموديل ديبندنت اوف سبيد، بس هذا الموديل اندبندنت اوف سبيد. وهذا طبعا عليها خلاف كثير انه هل فعلا الفريكشن هي سبيد ديبندنت ولا سبيد اندبندنت. بس هذا الموديل اللي احنا اخترعناه، اللي احنا حطيناه، اللي احنا عم نتصور لهي، هو اندبندنت. احنا بنفترضه انه اندبندنت اوف سبيد، يعني ما بيعتمد على سرعه حركه هذول السطحين بالنسبه لبعض، اندبندنت اوف سبيد. هذا الموديل اللي احنا اخذناه من هون، وهي لازم تكون هي النورمال فورس، نورمال على السطح ما بين هذول الجسمين. هذا بنسميه هذا الكولوم فريكشن. ودائما طبعا اتجاهه راح يكون بحيث انه يقاوم الحركه، فاذا الحركه كانت بهذا الاتجاه راح يكون هو يقاوم بهذا الاتجاه، واذا الحركه كانت بهذا الاتجاه راح يكون دائما معاكس، ولذلك هو دائما لوس، لا دائما راح يؤدي للوس. سبب هذا الفريكشن والموضوع طبعا طويل جدا ومعقد جدا، واللي هو فسروه مثلا انه عندي هذا السطح فيه نتوءات وهذا السطح فيه نتوءات، ولذلك المولكيولز ممكن بتصير بترتبط مع بعض او تتجاذب مع بعض او بصير في عندي فريكشن، يعني ما بدنا. هذا احد المودلز، هذا احد المودلز اللي بتمثل الفريكشن اللي موجود عندي، اللي هو هذا الدراي فريكشن او الكولوم فريكشن، وهذا اندبندنت اوف سبيد. هلا عندي فريكشن ديبندنت اون سبيد اللي هو الفيسكوس فريكشن، سببه الفيسكوسيتي تبعت الليكويد. واحسن تمثيل له انه عندي سطح عليه طبقه رقيقه من شيء زي الزيت مثلا او فلويد معين، وعلى هذا السطح جيت حطيت الان جسم وصار في عندي الان حركه ما بين هذول السطحين. هاي طبقة الليكويد اللي موجودة بتسبب فيسكس فريكشن، والفيسكس فريكشن بتناسب مع السرعة. هلا احيانا هذا كمان بيحكوا عنه دامبينج، واذا انتم درستوا دامبينج لما كنتوا تعملوا موديلنج للسيستم، هذا احيانا بنسميه دامبينج لانه بيعمل دامبينج. اف بي بتساوي بي، ولذلك الرمز عادة الشائع له هو بي، الرمز بي في بي. واذا كان عندي روتيشن للسيستم راح يكون في تورك الفيسكس بي في اوميجا، وراح تصير وحدة بي بطل بدايمنشن، بس هلا البي لها يونتس اوف، في هاي الحالة راح تكون نيوتنز بير متر بير سكند، يعني نيوتن سكند بير متر. وبالحالة هاي راح تكون وحدته نيوتن متر بي، بالحالة هاي روتيشنال، يعني هذا ترانزليشنال إذا بدك تسميه، وهذا روتيشنال. بي روتيشنال هون راح تكون وحدتها نيوتن متر للتور، بعدين بير راديان بير سكند، فراح يكون عندي هون نيوتن متر سكند. اوكي ماشي هيك. هاي اذا هذا ديبندنت اون سبيد وبزيد مع السرعه، طبعا سواء كانت سرعه دورانيه راح يكون في اللي هو روتيشنال، وهدول بنستعملهم في تصنيع الدامبرز. يعني انت بامكانك الان تروح تشتري دامبر خطي او دامبر دوراني تضيفه للديزاين تبعك. افرض عندي انا مثلا شيء قطعه بدي انزلها، لما بدي انزلها ما بدي اياها تنزل بسرعه. لاحظوا انه كل ما زادت السرعه شو بتصير السرعه اللي بتقاومه؟ بتزيد.
تمام القوه او التورك اللي بتقاومه. فلو انا عندي قطعه هون بدي اياها لما تنزل ما بدي اياها تضرب فجاه، بدي اياها تنزل شوي شوي، بامكاني اشتري روتيشنال دامبر او اشتري ترانزليشنال دامبر. ترانزليشنال دامبر رح يكون ببساطه طبعا بتبسيط شديد، انه عندي هون زي بيستون، والبيستون هذا وهذا البيستون هون ملان زيت، وفي داخل هذا الديسك اللي موجود هون في فتحات، والفتحات بغير حجمها حسب قديش بدي. فراح يصير عندي الان كل ما حاولت اسحب هذا بشده اكثر او بسرعه اكثر راح احس مقاومه اكثر. لو انا واقف قديش راح تكون المقاومه؟ زيرو. زيرو. وين راحت الطاقه في النهايه لما خلصت؟ لما سحبت. افرض هذا شديت عليه وسحبته وحطيت قوه مناسبه للسرعه، لما خلصت وقفت هون وين راح تروح؟ راح تروح حراره في هذا الليكويد. ولذلك نظريا اذا قست درجه حراره هذا الليكويد قبل ما اسحبه بعد ما سحبت راح الاقي انه هاي ارتفعت نظريا طبعا. بس لكن لما بوصل عند النقطه هاي لو فلتته بضل مكانه مزبوط، اذا الطاقه هذه راحت. ولذلك انا هدول حطيتهم كانه انا سميتهم انواع من الفريكشن، لانه الطاقه عمالها بتضيع على الفاضي ودائما هو بيقاومني عكس اتجاهي، دائما بيقاومني عكس الاتجاه. ولذلك انا انت بتقدر تبني دامبر او تشتري دامبر، وذلك الدامبرز موجودين في كثير من السيستمز. السسبنشن مثلا اذا بدي اعمل باسيف مش اكتف، باسيف فيكل سسبنشن ممكن استعمل سبرينج ودامبر اوكي، او في انظمه ثانيه هون. وكمان بامكانك تشتري روتيشنال دامبر، روتيشنال دامبر بنفس الطريقه، بس راح يكون عندي شيء دوراني وراح يكون في عندي شيء هون مثلا، وهذا نفس الشيء الديسك، وهذا مملوء بيكون سلندر زي سلندر مثلا، وهذا عم بلف هون البليت هاي عمالها بتلف. وتخزين البليت راح يعتمد هو يغيرها. واذا انت بدك تغير الدامبينج كوفيشنت شو بتقدر تعمل؟ بتغير الفتحات هذول او بتغير الفيسكوسيتي تبعت الليكويد راح يتغير عندك. طبعا دي هي فورمولا معقده بدها تكون من الحجم السلندر هذا والفيسكوسيتي تبعت الليكويد ودرجه حرارته والفتحات اللي موجوده هون، بس احنا بنلخصها كلها ببي. لا بالفايبريشن اشتغلنا على دامبر، كان تصميمه بيكون من جوا في عندك تو ديسكس، تمام؟ انت الديسكس بيناتهم بتقدر تتحكم بالبي تبعهم، يعني بدل ما تتحكم بالوزن. ممتاز اوكي، في تو ديسكس والمسافه بينهم بتغير البي، تمام ممتاز اوكي. اذا هاي الفكره. وهون بامكانكم هلا انتم بدكم تفهموا السيستم اللي انتم عم تعملوا له موديلينج، بدك تضرب حتى تطلع التورك او الفورس، بدك تضرب السبيد في الكونستنت هذا. وعملنا شيء زي هيك اظن لما كنا نعمل الكيس ستدي، اذا بتطلعوا على الكيس ستدي كنا ضربنا فاليو. هذا اسم ثاني له هو الدامبنج اللي هو نفسه الفيسكس فريكشن. لاحظوا هذا مش مغمور في الليكويد، هذه القطعه مش مغموره بالليكويد عماله بسحبها. اللي مغمور بالليكويد وين راح يصير؟ اللي هو الدراج كوفيشنت. هلا عندي او دراج فريكشن، الدراج فريكشن اذا عندي سياره، لو عندك سياره ماشيه، ولذلك احنا بنعمل السياره انسيابيه عشان ايش؟ اخفف من الدراج اللي عليها، او السفينه بصمم السفينه بشكل معين بحيث اخفف الدراج. اذا عندي شيء مغمور في داخل الليكويد او فلويد راح يصير في عليه دراج فريكشن في سكوير. فعندي اف دي كدراج بتساوي هاف، هذا راح تتناسب مع في سكوير اللي هي الريليتيف سبيد ما بين الفلويد اللي انا غمرت الاوبجكت فيه وسرعه الاوبجكت. ايه انا هسميها ايه افكتيف، اللي هي المساحه الافكتيف الفعليه. لو الجسم ماشي وله اريا زي هيك، بس طبعا اريا افكتيف لانه اذا كانت الجسم هيك وماشي بهذا الاتجاه شو صارت الاريا الفعليه؟ هي البروجكشن تبعته. يعني لو عندي هون جسم وماشي بهذا الاتجاه بفلويد، وين الاريا الافكتيف اريا؟ صفت هاي الاريا افكتيف مش هيك؟ لكن لو الجسم هذا واقف ووقوف بهاي الزاويه بيتحرك بهذا الاتجاه صفت اريا افكتيف اكبر. اذا هون انا اخذتها اريا افكتيف راح اضربها كمان في رو. لاحظوا رو مهمه اللي هي الدنسيتي تبعت الليكويد اللي انا ماشي فيه. رو هي الدنسيتي تبعت الليكويد اللي انا ماشي فيه. يمكن اخذتوها هاي بالهيدروليكس وعندي هون كوفيشنت اوف دراج. الكوفيشنت اوف دراج هي معامل بيعتمد على تصميم وشكل هذا الجسم. يعني لو كان عندي جسم شكله زي هيك مثلا وماشي بهذا الاتجاه ما راح يكون زي لو شكله هيك وماشي بهذا الاتجاه، مزبوط؟ رغم انه الافكتيف اريا لهم نفسهم، مزبوط؟ هذا الافكتيف اريا لو يعني لو عندي شيء زي الدش او زي ال زي دش وماشي في ليكويد، هاي الاريا تبعته الافكتيف راح تضلها نفسها سواء مشي هيك او مشي هيك، مزبوط؟ بس السي دي الكوفيشنت اوف دراج راح يختلف تماما، راح يكون هون اخف بكثير الدراج عليه مما يكون هيك، مزبوط؟ اذا عندي هدول هم هذه راح تعطيني، وطبعا هذه راح تكون وحدتها نيوتنز من هون. رو هي الماس دنسيتي، ايش وحدتها؟ كيلوغرامز بير كيوبيك متر. الفيلوسيتي راح تكون مترز بير سكند، بس هذول طبعا تربيع. الاي افكتيف راح تكون سكوير مترز، والكوفيشنت اوف دراج ايش لازم تكون الان؟ وحدته رو عندي كيلوغرام، اظن كوفيشنت اوف دراج دايمنشن بس اتاكدوا منها.
تاكدوا منها وشوفوا. بامكانك تعمل دائما كمهندس ايش لازم تعمل؟ دايمنشنال تشيكينج. بعمل دايمنشنال تشيكينج. هذا انت عارف اف ايش لازم تكون؟ نيوتن. اذا لازم هذول كلهم يطلعوا نيوتن او كيلوغرام متر بير سكند سكوير، مش نيوتن هي ماس في اكسلريشن، فهذا المفروض يطلع معنا كيلوغرام متر بير سكند سكوير. فبعطيني انا بتذكر انه سي دي دايمنشنلس، دايمنشنلس، تاكد انه دايمنشنلس هون. طبعا هذه اخذتوها بالفلويدز، اخذتوا شيء زي هيك بالفلويدز ولا لا؟